التواصل مع أندية الصعيد. أمر بيه، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك عبد الناصر بيه؟ ازي ما عليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا في كرة بلدنا. ربنا يخليك يا فندم، وشكرا على دعم حضرتك للصعيد، انت اصلا ابن الصعيد البار والله. الله يخلي حضرتك. ماذا حدث اليوم يا عمرو بيه؟ يا باشا اللي حدث اليوم بصراحة النهاردة أول مرة في تاريخ الجمعية العمومية أبناء جنوب مصر كلهم يبقوا متحدين الاتحاد ده بصراحة. كلنا كنا على صعيد واحد، كلنا كنا على روح واحد، كلنا كنا ايد واحدة. يعني النهاردة اللي حصل في القاعة كانوا مخليين صعيد مصر آخر ناس في القاعة كده. والقاعة طويلة، يعني احنا مش شايفين اي حاجة، تمام؟ مفيش غير شاشات عرض قدامنا. اللي حصل ان الحاج محمد ابو الوفا عضو الاتحاد بتاعنا، تمام، اعترض على الموضوع. ففي واحد من ضمن ناس بحري رئيس نادي الطيران المحترم هشام بشورة، اللفظ خارج كده، فهو زال وساب المنصة ومشي، تمام؟ صح، كل الناس قامت ورا يا فندم، وهي لسه الجمعية لسه مبتدئة، كل الناس بعيد قامت وراه، تمام، وكانوا هيوقفوا الجمعية العمومية لولا تدخل باشمهندس هاني بريدة وتدخل الناس، والناس اعتذرت، والباشمهندس هاني بريدة قال لازم ناخد موقف ولازم يحصل تحقيق في الموضوع، وحق الناس بعيد كلهم على راسي. انا معرفش ان النظام ده كان بيتعمل من اول ما، يعني من اول جمعيات كان النظام معروف اللي هي بالترتيب، فأندية الصعيد كانت بتيجي في الاخر. فقال ان من المره اللي جايه ان شاء الله هيبقى بالحروف الابجديه، هيبقى دوري الدرجه الاولى الحروف الابجديه، وبعدين هيبقى دوري الدرجه الثانيه بالحروف الابجديه. كده هيبقى النظام عادل يا فندم، غير ان احنا نبقى في الاخر. أو يتم اختيار قاعة يشاهد فيها الجميع أعمال الجمعية الأول كالأخير، بعيدا عن أن أنا أقعد أول أو أخير، بس باعت في مكان إيه في المنصة، والقاعة مستوعبة الكل باحترام. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. بس بصراحة النهاردة اللي حصل شرف للصعيد كله، وشرف لكل الناس، إن كل الناس كانت متحدة بالأمانة، وبصراحة كل الناس وقفت على ضد دوري المحترفين. طيب دوري المحترفين ده لو كان تم كان ايه؟ كان هيقضي على الصعيد. يعني ان انا العب 24 مباراة رايح 24 مباراة راجع يا كابتن، الناس مش هتستحمل المواصلات، ان انا اروح السويس واسكندرية وفاركو والفيوم، بص المسافات بعيدة ومحدش هيقدر يقاوم خالص. ولا حد هيدعمك بفلوس عشان تعمل الكلام ده كله اساسا، ولا حد هيدعمني بفلوسي. بالظبط، انت شايف تذاكر الطيران دلوقتي يا فندم، تذكره الطيران بص انا مع دوري المحترفين عكن مبش بوشين، وهو انقاذ للكره المصريه وهينقلنا نقله كبيره، ولكن نشد ان يكون هناك ورش عمل تهيئ الناس لدور المحترفين، ويكون في خطه استثماريه تعوض المتضرر ماليا حتى يستطيع ان يتواجد باحترام. طيب يا كابتن عبد الناصر، دور المحترفين بالطريقه اللي هم عاملينها 24 فريق ينفع؟ لا 24 كتير. 24 فريق؟ لا 24 كتير. لا وعندنا ناس، عندنا ناس مش هتقدر على المسافات. لا ما تقدرش. لا وسيبك من كده كمان، يعني هو النهارده قوام الفئه اللي هتبقى شغاله، الفرص هنا هتبقى يعني ما فيهاش تكافؤ لحد كبير في الصعود. ثلاث فرق من اجمالي 24، لا عدد 24. انا بتفق مع حضرتك يا عمرو بيه بشكل كبير جدا، ان هو يعني لا كتير ومبالغ فيه. مفيش دوري في العالم يعني 24 في القسم الثاني الا اذا كانت الامور طبيعيه. اما فيما يخص الدعم المادي، فانا اتصور واعتقد اتحاد الكوره كان بيفكر ان بعض الانديه اللي عندها مشاكل في النواحي التمويليه، ان الدوري دوت هيطرح للزيادات للبث الفضائي، وعائد البث كان هيبقى هيتوزع يعني بشكل او باخر ان هو يساعد الانديه الاكثر تضررا. وطبعا احنا عارفين الانديه الاكثر تضررا هتبقى انديه الصعيد. كابتن تامر، عايز اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات اللي اغضبت الصعيد النهارده، عدم التوزيع في المواعيد، وانهم بيشحتوا حقهم. طبعا ده من زمان. صح يا عمرو بيه؟
طبعا يا كابتن. كابتن تامر انت واخد بالك ان انا اجي من اسوان اروح على فستلوم؟ صح. طبعا. على فكرة كابتن تامر احنا المسافات عندنا طولية جدا وحضرتك يعني. يا عم بي انا اشتغلت في الصعيد يا عم بي. انا اشتغلت في الصعيد وعارف المناطق الجغرافية عاملة ازاي. طب انا في سؤال لحضرتك يا فندم. لو قدر لحضرتك انك تصعد للدوري الممتاز هتعمل ايه؟ ما انت هتواجه نفس المشكلة. والدوري الممتاز قصه ثانيه بقى وتمويله مختلف. لا ما هو كان النصر هو كان في الدوري الممتاز ولسه نازل من سنه. انا بقول له انت لو ساعدت النهارده للدوري الممتاز كانت شركه وانا ما هو عشان كده مش عايز يجر. طيب خلينا عكن بس عندي مداخلات كثيره. اذا استطعتوا ان تقفوا امام دور المحترفين وتم تاجيل الفكره. ثاني حاجه موضوع الثمان سنين كان ليكم موقف واضح. الثمان سنين كان لينا موقف واضح وهم هيعملوا جمعيه عموميه غير عاديه بعد شهرين. طيب الحاجة الثالثة إعادة تنظيم المسابقات من خلال لجنة متخصصة بالضبط. نظام الهبوط والصعود بالنسبة للدوري الدرجة الثانية والدرجة الثالثة هم بس ما حددوش بالضبط عدد الهبوط وعدد الصعود. اللجنة اللي هي هتنظم اللجنة اللي هيتم تشكيلها الاثنين القادم ان شاء الله. اللجنة اللي تشكيلها هي اللي هتنظم الكلام ده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا عمرو بيه الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النصر للتعدين عمرو بيه الطوخي معذرة الأستاذ أشرف سعد رئيس نادي قنا.